نعمل على نشر وتعزيز ثقافة وممارسة التميز ودمجها في مختلف أنشطة وعمليات المؤسسة، ذلك انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة التي أولت موضوع التميز أهمية قصوى ووضعته على قمة سلم أولويات العمل الحكومي. ومن خلال مشاركة مؤسسة الإمارات بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، بدأنا نلمس ثمار هذا العمل على صعيد البرامج الاجتماعية وعلى صعيد الشراكات التي توصلنا إليها مع شركائنا من الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.